مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في هذه التغطية المباشرة التي تأتيكم من مركز الأخبار بتلفزيون دبي في بث موحد على جميع قنوات الدولة. نصف ساعة تفصلنا عن اللحظة التاريخية لهبوط الكبسولة دراغون على سواحل تامبا في فلوريدا الأمريكية، حاملة على متنها إلى الديار رائد الفضاء الإماراتي سلطان نيادي وزملائه بعد انقضاء أطول مهمة فضائية عربية بنجاح. لم يعد العرب بعد اليوم طالبي علم فقط، وإنما مشاركون في إنتاج أبحاث الفضاء وعلومه. توصل بالسلامة يا سلطان. يشاركنا في تقديم هذه التغطية الزملاء مراسل تلفزيون دبي ناصر أبو دياب المتواجد في مركز جونسون للفضاء في هيوستن، وأيضا في مركز محمد بن راشد للفضاء في دبي فيصل الحمادي موفد تلفزيون دبي، وأحمد الطنيجي موفد تلفزيون أبوظبي، ووليد الأصبحي موفد تلفزيون الشارقة، والزميل محمد الكعبي في مجلس أم غافة مسقط رأس النياتي. إذن مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في هذه التغطية الموحدة عبر قنوات الدولة لوصول سلطان النيادي إلى الأراضي هنا في وصوله إلى فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية، وربما في هذه الأثناء نشاهد الصور التي تردنا من داخل الكبسولة الدراغون، وفي هذه اللحظات تشق الكبسولة طريقها نحو دخول الغلاف الجوي والهبوط قبالة سواحل تامبا في فلوريدا، حاملة على متنها أعضاء كرو 6 رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي وزملائه الثلاثة الأمريكيان ستيفن بوين وورين هوبرغ والروسي أندري فيديايف. نعم، المحطتان الأرضيتان في مركز جونسون للفضاء بهيوستن التابع لناسا وهوثرن التابع لسبيس إكس أكدا قبل قليل بأن كل مؤشرات الرحلة تبدو جيدة وأن الفريق بخير ويستعد للهبوط. نعم محمد، قبل نزولها في المياه تجري الكبسولة دراغون عدة مناورات للتأكد من جاهزيتها لدخول الغلاف الجوي ومجال الجاذبية الأرضية. نعم، نشاهد الآن الفريق كرو 6 داخل الكبسولة دراغون. يبدو في الصورة بوين وهوبرغ وهما طبعا قائدا المهمة في الرحلة يتابعان على الشاشات بيانات الرحلة ويتواصلان مع المحطة الأرضية في هيوستن للتنسيق. ومع اقترابها من الغلاف الجوي قامت الكبسولة دراغون بتحرير الدافعات لمدة 15 دقيقة في مرحلة تعرف باحتراق دخول المدار، وقبل نحو ساعة انفصل جذع المركبة عن الكبسولة تمهيدا لدخولها إلى الغلاف الجوي بإذن الله. نعم، يعني في مثل هذه الرحلات أيضا يكون فقدان الاتصال بالمركبة ربما متوقعا في أي لحظة، ويكون في الغالب خلل فني ولا يعتبر يعني مؤشر على أي سوء، والسبب غالبا يكون مثل ما نعرف درجة الحرارة العالية التي تواجهها المركبة لدى دخولها الغلاف الجوي، حيث تصل إلى 1600 درجة مئوية وهي مهيئة لتحمل هذه الحرارة بدرع حراري لحمايتها. أيضا عند دخولها الغلاف الجوي تبطئ الكبسولة من سرعتها المدارية البالغة 28 ألف كيلومتر في الساعة إلى 560 كيلومتر في الساعة. أيضا تقوم المركبة كما سنشاهد بعد قليل بفتح المظلات الأربعة بشكل متسلسل، تساعدها هذه المظلات على الهبوط السلس على المياه وتحميها من الارتطام. وأيضا تكون المركبة قد طبعا خفضت سرعتها في هذه المرحلة إلى 25 كيلومتر في الساعة، مثل ما نشاهد في هذه اللحظات هوبرغ وهو يتواجد في هذه الكبسولة كبسولة دراغون، وهناك أيضا إن شاء الله وبسلاسة تهبط هذه الكبسولة دراغون حاملة معها رواد طاقم كرو 6 قبالة سواحل تامبا على بعد 450 كيلومتر من كيب كانفرال في فلوريدا.
في موقع الهبوط بسواحل تامبا تتواجد سفينة تسمى جو سيرشر، مهمتها هي الاتجاه الفوري إلى الكبسولة مباشرة بعد ملامستها للماء وطفوها لاستعادة الكبسولة دراغون وبداخلها الرواد الأربعة. يعني كانت المركبة دراغون قد انفصلت بنجاح أمس في تمام الساعة 3:05 بتوقيت الإمارات عن محطة الفضاء الدولية، وبدأت رحلة العودة إلى الأرض حاملة على متنها رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي وزملائه كرو 6. أيضا قامت المركبة إثر الانفصال بعدة مناورات للخروج من المجال الخاص بمحطة الفضاء الدولية ودخول مدارها حول الأرض لتبدأ رحلتها التي تستغرق واستغرقت حتى الآن 16 ساعة، وبقي منها ما يقرب ساعة تقريبا أو نصف ساعة. نعم، ونحن طبعا بانتظار وصول الكبسولة على سواحل فلوريدا في تمام الساعة 8:07 إن شاء الله. دعونا نرى بالجرافيكس كيف شقت المركبة دراغون طريقها نحو الأرض وكيف تدخل الغلاف الجوي وتهبط على المياه قبالة سواحل فلوريدا الأمريكية. نتابع ذلك مع الزميل أسامة بني عيسى. عند الساعة 0:00 تنفصل المركبة دراغون 6 عن محطة الفضاء الدولية حاملة على متنها رواد الفضاء الأربعة أفراد طاقم المركبة، ومن بينهم رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي. تستغرق المركبة دراغون ما يقرب من 16 ساعة في رحلة العودة إلى الأرض، تدور خلالها حول الأرض دورتين كاملتين بسرعة مدارية تبلغ حوالي 28,000 كيلومتر في الساعة للوصول إلى منطقة الهبوط. تجري المركبة خلال دورانها مناورات الهبوط، ومنها انفصال الجذع عن الكبسولة لبدء احتراق المحرك تمهيداً لدخول الغلاف الجوي. ومع اقترابها من الغلاف الجوي تحرر المركبة دراغون الدافعات لمدة 15 دقيقة في مرحلة تعرف باحتراق دخول المدار. لدى دخولها الغلاف الجوي تواجه المركبة دراغون حرارة تصل إلى 1600 درجة مئوية، وهي مهيئة لتحمل هذه الحرارة بدرع حراري لحمايتها. تبطئ المركبة من سرعتها المدارية من 28,000 كيلومتر في الساعة إلى 560 كيلومتر عند دخولها الغلاف الجوي. تقوم المركبة بعد ذلك بسلسلة من فتح المظلات الأربعة التي تساعدها على الهبوط السلس على مياه المحيط الأطلسي وتحميها من الارتطام. تكون المركبة قد خفضت سرعتها في هذه المرحلة إلى 25 كيلومترا في الساعة، وبسلاسة تهبط المركبة دراغون حاملة رواد طاقم كرو 6 قبالة سواحل تامبا على بعد 450 كيلومترا من كيب كانيفرال في فلوريدا. بعد ملامسة الماء وطفوها يتجه إلى المركبة قارب يسمى جو سيرشر لاستعادة الكبسولة دراغون. ونذهب الآن مباشرة إلى زميل ناصر أبو دياب المتواجد في مركز جونسون للفضاء التابع لناسا في هيوستن ليضعنا في صورة المسجدات هناك. تفضل يا ناصر.
أهلا بكم وأهلا بمشاهدينا، معكم من مركز جونسون بهيوستن في ولاية تكساس لمتابعة المراحل الأخيرة لهذه الرحلة التاريخية في انتظار وصول رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي وزملائه من فريق كرو 6 إلى كوكب الأرض بعد قضائه 6 أشهر في مهمة تاريخية، أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب. أين وصلت دراغون في رحلتها وهل كل شيء يسير حسب الجدول؟ للإجابة على هذه الأسئلة يسرنا أن يكون معنا المهندس عدنان الرئيس، مدير مهمة طموح زايد 2 برنامج رواد الفضاء في مركز محمد بن راشد للفضاء. أين وصلت دراغون الآن؟ نعم، في الدقائق الماضية انفصلت جزئية الشحن وهو الجزء السفلي من مركبة دراغون عن المركبة الأساسية بتمام الساعة 7:19 صباحا توقيت الإمارات العربية المتحدة، مثل ما شاهدنا في الساعة 7:24 صباحا انطلقت أنظمة الدفع للمرة الأخيرة لإخراج المركبة دراغون من مدارها حول الأرض والدخول في مسار باتجاه الأرض، وهذه العملية انتهت تقريبا الساعة 7:40 صباحا توقيت الإمارات العربية المتحدة. بعد هذه المرحلة يتم إغلاق الفتحة الخاصة بالمحركات ونبدأ الآن الاستعدادات للدخول في الغلاف الجوي. نتوقع أن في حدود الساعة 8:05 صباحا توقيت الإمارات العربية المتحدة أن ندخل في الغلاف الجوي. خلال هذه الفترة راح نفقد الاتصال مع المركبة دراغون، وأيضا خلال هذه الفترة راح ترتفع درجات الحرارة حول المركبة دراغون توصل تقريبا حدود 1600 مئوية، فلذلك أنظمة التبريد يجب أن تعمل داخل المركبة دراغون للحفاظ على صحة وسلامة رواد الفضاء. لله الحمد عندنا نحن أيضا الجزء السفلي اللي هو عبارة عن القطع الفولاذية لتحميهم من درجات الحرارة. بعد ذلك بعد دخولنا الغلاف الجوي حدود الساعة 8:10 صباح توقيت الإمارات راح نستقبل إن شاء الله الإشارة من المركبة دراغون، وسيتم التواصل مرة أخرى مع رواد الفضاء تأكد من صحتهم وسلامتهم. وبعد هذا راح تكون هناك خطوات سريعة، راح تنطلق المظلات الأولى عبارة عن مظلتين في تقريبا الساعة 8:13، وهذه المظلات تساعد على تخفيف السرعة وأيضا تعديل المسار وزاوية ميلان المركبة في وقت الهبوط، وهذا راح يكون على ارتفاع 18,000 قدم عن سطح البحر، والسرعة راح تكون في حدود 560 كيلومتر في الساعة. بعدها تقريبا بدقيقة أو دقيقتين راح تنطلق المظلات الرئيسية عبارة عن 4 مظلات كبيرة، وهذه المظلات اللي راح تتم على المركبة حتى الهبوط. راح تنطلق هذه المظلات على ارتفاع 6500 قدم، السرعة بتكون حدود 190 كيلومتر في الساعة. هنا راح نطمن أن رواد الفضاء في وضع آمن، وبعد ذلك إن شاء الله بإذن الله الهبوط على سواحل فلوريدا تقريبا حدود الساعة 8:17 صباحا توقيت دولة الإمارات. بإذن الله يا هبوط آمن. منذ لقائنا الأخير مرت حوالي 15 ساعة تقريبا، خلال هذه الساعات ماذا كان يفعل رواد الفضاء داخل المركبة دراغون؟ ويعني كيف كنتم تنسقون معهم من أي مركز تنسيق، من أي غرفة مراقبة من هنا من كاليفورنيا أو من دبي؟ نعم، بعد عملية الانفصال وأيضا استخدام محركات الخروج في المدار حول محطة الفضاء الدولية والدخول في مدار حول الأرض وانتهام جميع العمليات هذه، كانت عندهم فترة راحة يتناولون الوجبات، فترة أيضا للنوم، يستمتعون بالساعات الأخيرة لهم في الجاذبية الصغرى، يستمتعون برؤية الأرض من خلال المركبة دراغون. بعد ذلك رجعوا ارتدوا بدلاتهم الخاصة وعملوا الاختبارات على البدلات هذه للتأكد من الضغط على البدلات. أما من ناحية التواصل فكان التواصل من مركز التحكم في كاليفورنيا بإضافة إلى المركز الموجود في جونسون سبيس سنتر في هيوستن. عند هبوط المركبة على سطح البحر وخروجهم بالسلامة بإذن الله،
يعني ما هي الإجراءات المتبعة وما هي أبرز التحديات؟ يعني هناك تغيرات جسدية ستكون يعني نتيجة عيشهم على محطة الفضاء الدولية لمدة 6 أشهر، ما هي الإجراءات الطبية والصحية المتبعة عند وصولهم؟ نعم، الإجراءات الطبية طبعا كانت خلال المهمة وأيضا خلال النزول وحتى وصولهم على سطح البحر راح يتم التواصل معهم مباشرة من خلال الفريق الطبي مع رواد الفضاء خلال تواجدهم في الكبسولة، لأن من وصولهم إلى سطح البحر حتى وصولهم إلى سطح السفينة وخروجهم راح العملية راح تستغرق تقريبا 30 إلى 40 دقيقة. فخلال هذه الفترة الفريق الطبي يتواصل معهم يتأكد من صحتهم وسلامتهم، وأيضا إذا يحتاجون أي إجراءات استباقية تكون جاهزة على متن السفينة. بعد خروجهم من الكبسولة راح ينتقلون مع الفريق الطبي إلى مكان خاص في السفينة تأكد من جميع الأمور الحيوية الخاصة فيهم. طبعا خلال المرحلة الأولى راح تكون عندهم بعض الصعوبات من ناحية المشي، من ناحية السمع، ساعات النظر بسبة السوائل هذه اللي ترتفع في الجسم خصوصا من الجاذبية الصغرى إلى جاذبية الأرض، فهناك قوة جذب كبيرة توصل من 3 إلى 5 جي. بعد إن شاء الله هذه المرحلة ورجوعهم إلى مركز هيوستن هناك فترة من إعادة التأهيل والتدريب وأيضا الاختبارات مستمرة عليهم لنتأكد من سلامتهم وجهوزيتهم، وهذه الفترة راح تستمر تقريبا حدود 45 يوم، بعد ذلك ممكن يمارسون حياتهم الطبيعية إن شاء الله. شكرا جزيلا على هذه المعلومات. مشاهدينا طبعا سنتابع معكم هذه المراحل المختلفة وصولا للحظة هبوط دراجون على سطح البحر وخروج سلطان النيادي من المركبة دراجون بالسلامة بإذن الله تعالى. عودة الآن إليكم في الاستوديو في دبي. ناصر أبو دياب من مركز جونسون في هيوستن، شكرا لك، وإن شاء الله سوف نتواصل معك لاحقا في هذه التغطية التي تأتيكم من مركز الأخبار في تلفزيون دبي في بث موحد مع قنوات الدولة، ونحن ما زلنا بانتظار دخول الكبسولة دراجون إلى الغلاف الجوي ووصول كرو 6 من بينهم رائد الفضاء الإماراتي سلطان نيادي على سواحل فلوريدا ووصوله إلى الأرض. إذن مشاهدينا ننتقل الآن إلى المحطة الأرضية في مركز محمد بن راشد للفضاء في دبي، والزميل فيصل الحمادي يتواجد هناك. تفضل فيصل. نعم محمد، صباح الخير عليكم وصباح الخير على السادة المشاهدين. صباح إنجاز إماراتي عظيم يسطر في مجالات الفضاء، وهو بإذن الله وصول رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إلى الأرض خلال دقائق معدودة من الآن. ونحن هنا في المحطة الأرضية بمركز محمد بن راشد للفضاء نعيش هذه الأجواء، أجواء الترقب، أجواء الحماس من زملائه هنا في مركز محمد بن راشد للفضاء لعودة سلطان نيادي بعد المهمة الكبيرة الممتدة لستة أشهر التي سطر من خلالها سلطان نيادي إنجازات عديدة وكبيرة باسم الإمارات وباسم العرب. معي في هذه اللحظات المهندس عامر الصايغ مساعد المدير العام للهندسة الفضائية. يعني كنا موجودين أمس وشاهدنا لحظة انفصال المركبة وعودتها إلى الأرض، وخلال دقائق نتوقع بإذن الله وصول سلطان نيادي وطاقم كرو 6 إلى الأرض. هنا في مركز محمد بن راشد للفضاء كيف تعيشون هذه الأجواء حاليا؟ طبعا مثل ما ذكرت أخوي، الحمد لله المرحلة الأولى من العودة بدأت وانفصلت المركبة. الآن نحن نتابع بشكل مستمر حالة المركبة الفضائية دراجون. الحمد لله بدأت آخر عملية اللي هي دي أوربتينج فاير، واللي هو يقلل من سرعة المركبة، وخلال دقائق إن شاء الله معدودة راح تدخل المركبة في المجال أو في الغلاف الجوي وفي المرحلة النهائية اللي هي قبل الوصول. لحد الآن جميع المؤشرات الحمد لله إيجابية، والأرقام اللي نشوفها الحمد لله مناسبة، وإن شاء الله يعني نتأمل في خلال دقائق نحتفل إن شاء الله بالهبوط الناجح وطلعت سلطان إن شاء الله من المركبة. نعيش معكم الآن أجواء ربما لحظات تتوج جهود سنوات طويلة من التدريب لسلطان وأيضا زملائه رواد الفضاء الإماراتيين هنا في مركز محمد بن راشد للفضاء وفي المحطة الأرضية كما نشاهد أيضا الموظفين. يعني هذه اللحظات شو تمثل بالنسبة لكم؟
طبعا الحمد لله دولة الإمارات دائما في إنجازات في مجال الفضاء وجميع المجالات. فريق العمل هنيها طبعا لما تشتغل وتشتغل وتحس أنك لك دور كبير دائما الفرحة بتمام وإنجاز المهمة بنجاح. الكل متحمس، الكل مترقب، وأيضا متشوق إن شاء الله لعودة سلطان بالسلام إن شاء الله. هذه الجهود طبعا الكل يستفيد منها. دولة الإمارات تثبت دائما للعالم قدرة أبنائها في تخطي التحديات وإعطاء العلم والمشاركة مع العالم كله في مجالات تقنية متقدمة مثل مجالات الفضاء. الكل له الفخر أنه يكون جزء من هذا الفريق، وإن شاء الله نطمح اليوم بالهبوط الناجح ونستمر بفرحتنا مع سلطان. ابن الإمارات سلطان نيادي ربما قام بالعديد من الإنجازات في محطة الفضاء الدولية في فترة 6 أشهر، منها التجارب العلمية الكثيرة جدا، وأيضا أول مهمة سير الفضاء لرائد عربي. يعني هذه الإنجازات شو تمثل بالنسبة لكم، وأيضا يعني مداها على السنوات القادمة؟ طبعا مثل ما ذكرت هاي الإنجازات تسطر لدولة الإمارات. دولة الإمارات قيادة وشعبا دائما نحن نطمح للمراتب العليا وفي مجال الفضاء. اليوم المشاريع هذه والبرامج هاي طبعا تبني لمستقبل مهم وإن شاء الله متقدم لدولة الإمارات. احنا نطمح من خلال الفريق اللي موجود واللي نقوم به ان نحفز ايضا الاجيال القادمه. اليوم مهمه سلطان راح تليها ان شاء الله مهمات مثل ما ذكروا اصحاب السمو، ودوله الامارات مستمره في انجازاتها في مجال الفضاء ان شاء الله. نحن متحمسين نشاهد خروج سلطان من الكبسوله باذن الله خلال الدقائق القادمه. ان شاء الله معاكم ان شاء الله مترقبين، وان شاء الله الناموس بعودته بالسلام ان شاء الله. مهندس عامر الصيغ شكرا جزيلا لك. إذن دقائق معدودة تفصلنا عن هبوط المركبة دراغون التي تحمل طاقم كرو 6 وأيضا من بينهم رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إلى كوكب الأرض. هذه اللحظات هي لحظات فخر، لحظات اعتزاز يعني بالإنجازات التي سطرها سلطان خلال وجوده في محطة الفضاء الدولية. الإنجازات المسجلة باسم دولة الإمارات وأيضا باسم رواد الفضاء العرب. دقائق معدودة تفصلنا عن وصول سلطان، وسنرصد أيضا هذه اللحظات وردات الفعل من هنا من داخل المحطة الأرضية بمركز محمد بن راشد للفضاء. أعود لكم. كلنا في انتظار لحظات التتويج لهذا الإنجاز التاريخي. شكرا لك فيصل حمادي، كنت معنا من مركز محمد بن راشد للفضاء. الآن نذهب إلى أم غافة، هذه القرية الصغيرة التي وضعها ابنها البار سلطان النيادي في دائرة الضوء هنالك، حيث يترقب الأهالي عودة ابنهم سلطان بشكل خاص. ينضم إلينا من هناك الزميل محمد الكعبي. انقل لنا الصورة محمد، تفضل. نعم، شكرا لكم زملائي في الاستوديو، التحية لكم وللسادة المشاهدين، وأسعد الله صباحكم في هذا اليوم الإماراتي المميز، العرس الوطني الجميل، والجميع يترقب ابن أم غافة، ابن الإمارات، الشاب الإماراتي، النموذج الإماراتي الذي تريد القيادة أن يكون كل أبناء الإمارات كسلطان النيادي، مميزا في ميادين العلم والمعرفة، في سباقات التسلح بالعلم والمعرفة، سباق الوصول للفضاء. من أم غافة منذ يوم أمس رصدنا كثير من ردود الأفعال الإيجابية الجميلة، مشاعر مختلطة ما بين الترقب والتأمل والدعوة لسلطان النيادي بأن يعود سالما غانما إلى كوكب الأرض، وأن يؤدي يعني فترة إعادة التأهيل، وبعد ذلك يعود إلى أرض الوطن، وأيضا مشاعر بالفخر والاعتزاز بهذا الشاب الإماراتي العربي الطموح الذي وصل بالعرب لهذه المهمة التي تعتبر مهمة استثنائية وتاريخية، بأن يقوم رائد فضاء إماراتي بالبقاء في محطة الفضاء الدولية مدة 6 أشهر، ولكن بقي هناك بكل اقتدار وتميز لإجراء تلك التجارب العلمية ونقل المعرفة لكل الشباب العرب، بل لكل شباب العالم والمهتمين بعلوم وتكنولوجيا الفضاء. شاهدنا يوم أمس المقابلة مع والدة سلطان النيادي، والتي حصدت الكثير حقيقة من التفاعل من أبناء دولة الإمارات ومجتمع دولة الإمارات، لأن سلطان النيادي هو ابن الإمارات، يرون فيه القدوة الحسنة. اليوم أيضا لاحظنا ورصدنا ردود الأفعال من الأطفال الصغار، طلاب المدارس الذين ذهبوا إلى مدارسهم وهم يرتدون قميص أو قمصان تحمل صورة سلطان النيادي.
النيادي، رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، القدوة بالنسبة لهم سلطان النيادي، كيف استطاعت اليوم قيادة دولة الإمارات القيادة الحكيمة بأن تخلق قدوة حسنة لأولئك الأطفال بأن يقتدون برائد فضاء إماراتي شاب هو سلطان النيادي بعد زميله وصديقه هزاع المنصوري؟ لازلنا اليوم مستمرين في نقل ردود الأفعال والمشاعر الموجودة في مجلس أمغافة، هذه لا يمكن القول أنها اليوم قرية صغيرة بل هي منطقة كبيرة تتميز بأبنائها يعني المميزين حقيقة. كان لنا حديث جميل مع أهالي وعائلة سلطان النيادي، أصدقائه وجيرانه الذين حقيقة يعني يملأهم الفخر والاعتزاز بأن ابن منطقتهم اليوم هو علم من أعلام العلم والمعرفة، علم يعني يتحدث عنه المهتمين بقطاع الفضاء على مستوى العالم، ولا زالت أمامها الكثير بعد أن يعود إلى أرض الوطن ليلهم الكثير من أبناء الأجيال القادمة بأن يكونوا حقيقة يعني خير من يمثل النموذج الإماراتي. سنستمر معكم بعد وصول سلطان النيادي بإذن الله على سطح البحر، ننقل لكم مشاعر الفرحة بإذن الله لأهالي وأصدقاء سلطان النيادي، يعني نجري مجموعة من المقابلات بإذن الله مع يعني أهالي سلطان النيادي بعد أن نفرح بإذن الله بعودته سالم غانم. نعود بالكلمة والصورة إليكم في مركز الأخبار. شكرا لك زميل محمد الكعبي، حيث تتواجد في مجلس أمغافة، وأكيد نحن بانتظار هذه اللحظة، ونذكر متابعينا نحن بانتظار دخول كبسولة إلى الغلاف الجوي في تمام الساعة 8:07 إن شاء الله، وسوف ننقل لكم هذا الحدث أولا بأول. والآن دعونا نعرفكم على الرواد الأربعة سلطان نيادي وزملائه الذين يشكلون الطاقم كرو 6. نعم، من هم وما هي خلفياتهم الأكاديمية والمهنية؟ فلنتابع. وصلتنا قبل قليل هذه المعلومات، وصول الكبسولة إلى الغلاف الجوي سوف يكون في تمام الساعة 8:10، وبعد ذلك هبوطها على سواحل فلوريدا في تمام الساعة 8:17 حسب توقيت الإمارات. نعم، إذن دخل العرب نادي صناعة أبحاث الفضاء من خلال 200 تجربة واختبار أجراها سلطان النيادي في مختبرات محطة الفضاء الدولية في علوم بشرية وتقنية متنوعة، ولصالح وكالات فضاء وجامعات محلية وعالمية مختلفة. نعم، نجح النيادي في مهمته، ومعها نجح فريق الذي أدار هذه المهمة الفضائية من الأرض بكفاءة واقتدار. مجموعة من الشباب يشكلون منظومة بدأت تؤسس لحضور عربي مستدام في الفضاء. نعم، هند النقبي تأخذنا في رحلة إماراتية تصل الأرض بالفضاء والتاريخ بالمستقبل، فلنتابع.
وصلنا محطة فضاء الدولية. شكرا لأمي وأبوي، شكرا لقيادتنا الرشيدة اللي أعطتنا الثقة هذه. الحمد لله على السلامة ووصولك قاعدة الفضائية. من قال أن النهاية ليست بداية كبيرة؟ اليوم ينهي سلطان النيادي مهمته الأطول عربيا في الفضاء، ليبدأ تاريخ مستدام للعرب في الفضاء والمشاركة في أبحاثه واكتشافاته العلمية. اليوم تعزز الإمارات موقعها كشريك عالمي في مهمات الفضاء المأهولة التي تهدف إلى صنع مستقبل مستدام للبشرية. ولله الحمد تم اختيار سلطان النيادي لعملية السير في الفضاء، وضع دولة الإمارات في المرتبة العاشرة عالميا، تمتلك رواد فضاء شاركوا في مثل هذه المهمات. أيضا أدى دوره في إدارة العمليات الفضائية وعمليات الصيانة المختلفة. العمل ضمن طاقم دولي من دول مختلفة، هناك من الولايات المتحدة الأمريكية والطاقم الأوروبي والطاقم الروسي. خلال هذه المهمة سلطان أجرى أكثر من 19 تجربة علمية في مجالات مختلفة كالعلوم الحيوية، دراسة وظائف الأعضاء، الجسم، القلب، الأوعية الدموية، تأثير الجاذبية الصغرى على العمود الفقري، أيضا دراسات علمية في علوم المواد، تجارب على إلكترونيات، وأيضا روبوتات تم تجربتها لأول مرة في محطة الفضاء الدولية. لم تكن رحلة النيادي نزهة في الفضاء، وإنما مهمة علمية شهدت أول عملية سير في الفضاء الخارجي في تاريخ العرب. قام خلالها النيادي بأعمال صيانة لمحطة الفضاء الدولية، كما أجرى خلالها 200 تجربة علمية لصالح 5 وكالات فضاء أجنبية وجامعات إماراتية وأمريكية وفرنسية، منها جامعة ستانفورد. وقفت الدولة خلف نجاح المهمة بكل ثقلها العلمي والمعنوي ضمن إعدادها لمستقبل مستدام قائم على المعرفة. أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب أدارها من الأرض فريق من الشباب من أبناء الدولة، توزعوا بين هيوستن ودبي، يتواصلون مع النيادي على مدار الساعة لمتابعة وضعه الصحي واحتياجاته الطبية والغذائية وتأمينها وإرسالها ضمن بعثات التموين التي ترسل إلى محطة الفضاء كل شهرين. طبعاً الرحلة من البداية يكون في متابعات صحية مكثفة في أول يعني شبه يومي في الفترة الأولى، وبعدين يصير في متابعة دورية لحالته، نتأكد أنه ما عنده أي أسئلة أو تحديات صحية يمر فيها، ويقدر يعني نشوفه نحن تقريباً أسبوعياً، وفي مراسلات من بينه بشكل يعني في أي وقت يحتاج إلى دعم الصحي. طبعاً في فريق كبير موجود على المحطات الأرضية لمتابعة مؤشراتهم الصحية، احتياجاتهم. كل رائد فضاء له يعني بعض الأدوية الخاصة فيه، وفي أدوية عامة موجودة هناك متاحة لأي فريق، يعني أي من الرواد ممكن الاستعانة بها إذا مروا بأي تحديات صحية. في هذه الأثناء وعلى مدار 6 أشهر كان فريق دبي يعمل كخلية نحل على تنظيم وإنجاح جدول فعاليات سلطان في محطة الفضاء والتنسيق بين الأطراف لتنفيذ هذا الجدول. 6 شهور طاف خلالها سلطان النيادي مرات عديدة حول الأرض في مهمة وصلت الأيام بالليالي والأرض بالفضاء. عرفت الإمارات الطريق إلى مختبرات الفضاء، تذكرة كلفتها سنوات من السعي إلى اكتساب المعرفة. مع السلامة. شكراً للجميع، شكراً لكل من ساعدنا في إنجاز المهمة هذه. 6 أشهر شاركنا المجتمع علوم الفضاء وأهمية الفضاء، وليش نحن نروح للفضاء كبشرية. نحن نعمل هنا كعائلة وحدة لأهداف سامية وهي منفعة البشرية. هذه مش النهاية، راح تتبعها بإذن الله مهمات أخرى في المستقبل القريب. Thank you.
إذن مشاهدينا الكرام، لحظات تفصلنا عن هذا التتويج لهذا الإنجاز الفضائي التاريخي للعرب ولدولة الإمارات، دقائق وتخترق المركبة أو الكبسولة دراغون للغلاف الجوي، لربما ستفقد المحطة الأرضية الاتصال بهذه الكبسولة، وهذا لا يشير إلى أي يعني سوء، لكن هذه ظروف تتعرض لها الكبسولة وبسبب طبعا التغير في درجات الحرارة. نعم. العالية هنا أيضا بعد دخول الكبسولة إلى الغلاف الجوي هناك لابد من إبطاء سرعة هذه الكبسولة من خلال مرحلة المظلات، أو أولا دخول طبعا الباراشوت بمظلتين من 5.5 كيلومتر، وبعد ذلك أيضا وجود المظلتين الأخرى لتقليل سرعة الكبسولة. إذن ما زلنا معكم بانتظار وصول الكبسولة، حيث يتواجد على متن السفينة جو سيرشر التي تسترد الكبسولة من المياه، ويخرج رواد الفضاء على ظهرها. يتواجد فريق دعم من مركز محمد بن راشد للفضاء لاستقبال النيادي وتقديم الدعم اللوجستي له بعد خروجه من الكبسولة. نعم، وينضم إلينا من على متن سفينة الدعم هناك رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، مدير مكتب رواد الفضاء في مركز محمد بن راشد للفضاء. أهلا بك هزاع مرة أخرى في هذه التغطية المستمرة، ولو تخبرنا عن خطوات ما بعد خروج النيادي بعد وصوله يعني بالسلامة من الكبسولة إن شاء الله. مرحبا. طبعا حاليا نحن في السفينه وننتظر اللحظات الحاسمه، طبعا نشوف الكبسوله من على ان شاء الله على ارتفاعات منخفضه، بعدين ان شاء الله بنبدا انتشال الكبسوله والرواد على السفينه وتاكد من حالتهم الصحيه. الدكتور حنان ان شاء الله بتشرف على سلطان النيادي عن كثب، متاكد من حالته الصحيه قدرته على الحركه، طبعا بتكون قدره جدا بسيطه، وبعدين ان شاء الله بيتم نقل سلطان في المروحيه ان شاء الله على المطار، ومن المطار باذن الله سوف يتم نقله على مركز جونسون للفضاء، وهناك ان شاء الله بيتلقى تقريبا اسبوعين من التدريب والتاهيل البدني والصحي، وايضا بعض التجارب العلميه ان شاء الله اللي هي تكون بعد مباشره بعد الرجوع من المهمه هذه. طبعا حاليا نحن في الحاله الخاصه عندنا طاقم من القوات، عندنا القوات منتشره السفينه الرئيسيه، وننتظر لحظات ان شاء الله نتوقع خلال هزاء. ابقى معنا وسوف نتواصل معك لاحقا. اذا نشاهد في هذه اللحظات دخول الكبسوله دراغون الغلاف الجوي حاملة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي وزملائه إلى الديار. تبدو هذه المشاهد كما نشاهد الكبسولة كواميض من النور، هذه الصور تردنا من كاميرا متواجدة بالسفينة جو سيرشر التابعة لسبيس إكس، وهي السفينة التي تتولى مهمة استرداد الكبسولة وبداخلها الرواد من المياه. كما هو متوقع بعد غضون دقيقة أو دقيقتين سنسمع الاتصال من المركبة. إذن نحن كما قال جاري سوف نقترب من انتهاء فترة انقطاع الاتصال واسترجاع الاتصال بالمركبة. ما ترونه أمامكم على الشاشة هو الصورة المباشرة للكاميرات الحرارية. مثل ما نشاهد معكم هذه الصور تأتينا مباشرة لدخول الكبسولة للغلاف الجوي، وهنا طبعا ارتفاع درجة الحرارة في هذه اللحظات تصل إلى أكثر من 1500 يعني درجة مئوية، ولتقليل هذه الحرارة هي مجهزة هذه الكبسولة لمثل هذه الحالات، وربما هناك ينقطع الإرسال، بل ينقطع هذه طبعا هذا الأمر دائما، ولكن نشاهد معكم هذا الوميض، هذا الوميض الأبيض حاليا هي كبسولة دراغون، وهي تنطلق نحو سواحل فلوريدا بإذن الله تعالى. بالسلامة إن شاء الله توصل، نحن كلنا في انتظار هذه اللحظات
ودعواتنا الصادقة والقلبية لكرو 6 وفريقه. المظلات توقيت مناسب نسمعكم. إذن هذا الاتصال يوضح لنا بأنه يتوقع أن يتم إجراء الفتح، فتح المظلات، ويتم هذا الفتح عند ارتفاع 18,000 قدم. ونحن نعرف بأن هذه المظلات يتم فتحها عند ارتفاع محدد. سوف نسمع الاتصال من الطاقم بنا حيث سيخبرونا بمستوى الارتفاع. تأكيد بأنهم يأخذون مقاعدهم ويأخذون الوضعية المناسبة كي يتحملوا الضغط أثناء فتح المظلات، مظلات المركبة. فهذه المظلات سوف تخفف من سرعة المركبة. نحن عند سرعة 13,000 ميل في الساعة، وسوف ننخفض تدريجيا لنصل إلى 350 وبعدها 15 ميل في الساعة. ثلاثين ثانية تفصلنا عن فتح مظلات المركبة، ويتم إبلاغ الطاقم لكي يتحضروا لعملية فتح المظلات. في هذه اللحظة عندما يتم فتح مراسي المظلات تكون السرعة عند حوالي 15,000، ولكن المظلات الرئيسة بعد بضع ثوان ستفتح عند سرعة 12 ميل في الساعة. فبالتالي تفتح المظلات مع انخفاض السرعة، سرعة المركبة. لدينا تأكيد لفتح مراسي المظلات. هذه صورة من داخل حزمة المظلات. دراجون مستوى ارتفاع طبيعي. يمكننا أن نرى أيضا مرساتين سليمتين للمظلتين. تلقيتك تأكيد بأن المرساتين سليمتين. نرى المظلتين الأولى، وحيث أنه يتم إطلاقها من الكبسولة كما ترون أمامكم على الشاشة، وبعدها سيتم فتح المظلتين الرئيستين. إن دراجون قامت ب التمكن من تخفيف سرعتها، ونحن نذكر بأنه يتم ضخ النيتروجين والأكسجين في بدلات الفضاء للطاقم كي لا يتأثر بالحرارة المرتفعة. إذن أربع مظلات سليمة. دراجون، نحن نرى أربع مظلات سليمة وكل شيء طبيعي. إذن هناك تأكيد بأنهم وصلوا إلى ارتفاع 1,000 متر، وتأكيد لفتح المظلات الأربع. أما الآن يتم الاستعداد لعملية الهبوط على الماء. الكبسولة ستصل إلى سرعة 15 إلى 16 ميل بالساعة. الاستمرار بخفض السرعة، السرعة التي كانت عند 1200 ميل في الساعة لتنخفض لتصل إلى 15. نحن نسمع ستيف بوين قائد المهمة الذي يخبر المحطة الأرضية بارتفاع المركبة، والارتفاع يقاس بالمتر. وبالطبع هناك تأكيد بأن المظلات سليمة، ومرستي المظلتين الأولتين أيضا سليمة. 600 متر تلقيناك، 600 متر، 600 متر، وأيضا يتم خفض السرعة كما هو متوقع، ونستهدف أن يكون الهبوط في غضون دقيقة. Live view of
صورة مباشرة لدراجون مهمة الطموح على متنها كرو 6. أربع مظلات جميلة تحمل المركبة. ارتفاع 400 متر. إذا نحن على ارتفاع 400 متر من سطح المحيط. مئتي متر. استعداد للهبوط على الماء. تلقيناك استعداد للهبوط على الماء. إذا قد تم وضع المقاعد بوضعية تسمح لهم بالدخول وكي يكونوا بثبات عند الهبوط. دراجون مهمة الطموح تستمر، وها نرى بأنها قد هبطت على الماء كما ترون أمامكم. إذا المظلات يتم قطعها وتسريحها كي لا تبقى متصلة بالمركبة. دراجون مهمة الطموح عادت إلى الأرض. ستيف بوين، وودي هوبر، سلطان نيادي وأندري فادياف، تأكيد بالهبوط. تلقيناك هبوط على الماء ونرى أنه قد تم قطع المظلات الرئيسة. بعد 17 ساعة رحلة العودة من الفضاء عادت مهمة كرو 6. إذن فرق الاستعداد جاهزة لكي تقوم بالوصول إلى المركبة. ستستغرق العملية 30 دقيقة لإخراج سلطان نيادي، وودي هوبرغ، أندري فدك وستيفن بوين ليخرجوا الطاقم. وبالطبع لدينا مركبات الاسترجاع أو الاسترداد التي ستقوم بانتشالهم من المياه. نحن في وضعية مستقيمة تأكيد. نرحب بعودتكم وشكرا لكم لأنكم كنتم على متن رحلة سبيس أكس. مهمة الطموح تتقدم بالشكر منكم جميعا، وتتقدم بالشكر من المحطة الأرضية وفريق الاسترداد وكل المركبات الموجودة. فعلا لقد كانت رحلة مذهلة. نقدر كل الجهود التي بذلتموها. تلقيناك ونحن كنا مسرورون بمساعدتكم. دون أدنى شك سوف نحرص على إجراء كل التحقق من إجراءات السلامة قبل دخول أو قبل اقتراب القوارب السريعة، الزوارق السريعة من المركبة. تلقيناك ونحن بانتظار هذه الزوارق السريعة. إذن لقد سمعنا سبيس أكس يؤكدون للطاقم بأنه سوف يتم إجراء بعض فحوصات التأكد من هاثورن. سوف يتم التأكد من النظام بأن كل إجراءات السلامة محققة، وأن أنه سوف يتم إخراجه أو الاقتراب من المركبة بعد التحقق من هذه الإجراءات. والزوارق السريعة ستقترب منها. أحد الزوارق سوف تبعد المظلات عن المركبة، في حين أن الزورق الآخر سوف يبدأ بعمليات فحص كل النيتروجين والأكسيد، وهي المواد التي هي مواد سامة موجودة على خارج المركبة. إذا ما تم تنشقها بالطبع هذا يؤثر على سلامة فريق الاسترداد وحتى الطاقم الذي هو على متن المركبة. يتم إجراء هذا الفحص والتأكد من عدم وجود هذه المواد السامة، والتأكد أيضا بأنه ما من تسرب وما من بخار متسرب. الكثير من التفاصيل الصغيرة. لا ننسى بأن الدافعات كانت تحترق قبل بضع دقائق، وبالتالي تترك هذه أو تخلف هذه الموارد هذه المواد السامة. نحن كان لدينا على متن هذه المركبة كرو 6
وقد هبطوا في تمام الساعة 9:17 بتوقيت المحيط الهادئ، أي 8:17 بتوقيت الإمارات. أميال بحرية تفصلهم عن جاكسونفيل فلوريدا. وبالطبع أن الطاقم وكل الفرق في هوثرن يؤكدون وضعية مستقيمة سالمة ومستقرة للكبسولة، الكبسولة في الوضعية اللازمة والمناسبة، هي مستقيمة. وبالطبع حيث نرى بأن المخروط الأمامي لها هو باتجاه الأعلى كما ترون أمامكم. كما ذكرت بأن هذا رابع هبوط على الماء لهذه الكبسولة، وأكسيوم 1 كرو 2 ودمو 2 والآن كرو 6. فبالتالي هذه الكبسولة أنا شخصيا تربطني علاقة قوية بها لأنها قامت بهذه عمليات الهبوط الأربعة. أيضا أثناء بناء هذه الكبسولة قد شاركت في بنائها، وعندما تم بنائها لمهمة دمو 2 أذكر بأنني كنت داخل هذه الكبسولة. دراجون سبيس اكس، نحن نبلغكم بأنه من المتوقع أن يدخل فريق الاسترداد إلى المركبة في غضون دقيقتين. تلقيناك ونحن على استعداد لاستقبالهم. أخبار جيدة تصلنا، يتم إبلاغ الطاقم بأنه قد تم التحقق من كل ما يلزم من حيث إجراءات السلامة والنظام، وقد أعطي الضوء الأخضر للاقتراب من المركبة والقيام بفحوصات أخيرة طفيفة حول تحديد البخار وتحديد وجود أي مواد سامة. دائما أنا أسر برؤية هذه الكبسولة، وأنا أيضا سأكون مسرورة عندما سيتم استخدام هذه الكبسولة مرة ثانية في عمليات هبوط أخرى. هذه الكبسولة صممت كي تكون قابلة للاستخدام على الرغم من تكتل البلازما عليها ودرجات حرارة مرتفعة جدا تصل إلى أكثر من 1700 درجة مئوية، إلا أنه يمكن إعادة استخدام هذه الكبسولة. إذن بعد التأكد من عدم وجود أي مواد ذات اشتعال تلقائي، يمكننا أن نرى كيف أن فريق الاسترداد اقترب من المركبة وبدأوا بربط المركبة بالحبال، وذلك لتثبيتها بغرض إخراجها من المياه ووضعها في منصة الإرساء المركزية، حيث يتم تثبيت المركبة على ظهر السفينة، سفينة الاسترداد، ويتم بعدها فتح الفتحة الجانبية، الفتحة الجانبية للمركبة التي كانت مغلقة خلال المهمة. آخر مرة فتحت كانت قبل الانطلاق عندما كان يتم تهيئة ستيف وودي وأندري وسلطان لعملية الإطلاق في بداية مهمتهم في شهر مارس. أما الآن ستفتح مرة ثانية في غضون دقائق، يستغرق ذلك بعض الوقت 30 دقيقة إلى ساعة قبل أن نرى الطاقم على متن السفينة، وبالطبع سوف نقوم بتغطية كل هذا إلى حين وصولهم إلى سفينة الاسترداد ميغن. هذه الصورة التي ترونها أمامكم قد التقطت قبل بضع ثوان، التقاط لإعادة دخول كرو 6 إلى الغلاف الجوي في فلوريدا، وبإمكانكم أن تروا جمال هذه الصورة الذي يبين دخول المركبة إلى الغلاف الجوي. لدينا فريق الاسترداد الذي أو الاستعادة الذي يقوم بمحاولة ربط المركبة بالحبال. بإمكانكم أن تروا بأنه يتم مراقبة كل ما يحصل عن كثب كورتني بيزلي، وعبر الهاتف. هل بإمكانك سماعي؟ نعم نسمعك بكل وضوح. كورني، نحن نشعر بالغيرة، نحن نتكلم كثيرا عن
هذه المناظر الجميلة والصورة الجميلة لدراجون وهي تعود إلى الأرض وعملية الهبوط في هذا المحيط. من وجهة نظرك بالنسبة إلى سفينة الاستعادة ميغان، كيف كانت عملية الهبوط؟ كانت عملية الهبوط جميلة جدا، نحن كنا قريبين من الموقع موقع الهبوط وقد تمكنا من أن نرى المركبة التي قد اقتربت وكنا نراها بكل وضوح إلى حين وصولها إلى سطح المياه. وبالطبع نرى بأنه لمشهد جميل أن نرى هذه المركبة في الليل تحت ضوء القمر. لقد سمعنا بأنهم يؤكدون بأنهم قد أجروا فحوصات التأكد من عدم وجود أي مواد سامة وأعطي الضوء الأخضر لفريق الاستعادة كي يتمكنوا من أن يكونوا على ظهر المركبة ليبدأوا بربطها بالحبال ليتم جرها. نحن نحاول أن نتابع عن كثب كل ما يحصل ونريد أن نعرف منكم فعلا هذا ما نراه، فيمكننا أن نرى أيضا أنه يتم مراقبة الأحوال الجوية، سرعة الرياح، مستوى ارتفاع المياه. أخبرينا أكثر، ما هي الأحوال الجوية لديكم؟ يمكننا أن نرى بأن الرؤية واضحة هذا المساء وسرعة الرياح 9 أميال بالساعة. الأمواج ليست بمرتفعة، هي أمواج كبيرة وواسعة، وأعتقد بأن الأحوال الجوية هي جيدة جداً، وبالتالي يمكن لنا أن نقوم بعمليات السحب بكل هدوء. بالطبع أن فرق الاستعادة قد حضروا كثيراً لهذه اللحظة، قد تدربوا كثيراً، ونرى كيف أن الزوارق السريعة توجهت إلى المركبة لكي يقوموا بإخراج الطاقم بأسرع وقت ممكن. وأخبرينا أكثر عن هذه العملية. نعم، كما ذكرت أن رحلتنا قد بدأت قبل بضع ساعات في جاكسونفيل، وحيث أن فريق الاستعادة قد توجهوا إلى مراكزهم 4 ساعات ونصف قبل عملية الهبوط. حتى فريق الطبي موجود لكي يتأكدوا من سلامة الطاقم، وكانوا موجودين قبل 2.5 ساعات من هبوط المركبة على الماء. أنا كنت موجودة في الطائرة العمودية أو المروحية أيضا التي توجهت إلى هذا الموقع. كل الفرق مستعدة في مراكزها لاستقبال المركبة. سؤال أخير لك، نرى بعض أعضاء فريق الاستعادة على متن المركبة يجهزون المركبة لكي يتم رفعها ووضعها على ظهر سفينة ميغان. أخبرينا ما الذي سيحصل في الدقائق القادمة. ما أن يتم إخراج الطاقم من المركبة، بالطبع سوف يخضعون لأولاً الفحوصات الطبية، وبعد الفحوصات الطبية سوف يستقلون الطائرة ليعودوا إلى هيوستن، وهناك سوف يبدأون بمرحلة إعادة التأهيل. بالطبع الآن ترون كيف يتم ربط المركبة بالحبال لكي يتم رفعها. ما أن يتم رفع المركبة فسوف ينقل الطاقم، ونحن سوف نستمر بعملنا، ونحن سوف نقوم بالتقاط صورة لكل المواد الموجودة في الشحن. فتعرفون بأنه قد تم إجراء الكثير من الاختبارات في الفضاء، ولابد من أن ننقل كل تلك الاختبارات بكل موادها أيضا إلى هيوستن. شكرا لك جزيلا، لقد زودتنا بكل هذه المعلومات. نحن نغطي مباشرة عملية الهبوط، وها أننا نرى بعض الصور المباشرة
مباشرة لمركبة الاستعادة وفريق الاستعادة، وهذا الفريق يتضمن سفينة ميغن، الزوارق السريعة، الجيت سكيز، وأيضا المروحيات أي الطائرات العمودية. كبسولة دراجون نظامها كلها شغال، وقد تم التأكد من سلامة المركبة ودقة المعلومات. لقد تم أيضا تزويد فريق الاستعادة بالضوء الأخضر كي يقتربوا من المركبة. يتم الآن ربط المركبة بالحبال ليتم جرها ورفعها. قد تم إخراج أيضا المظلات من الماء، ويمكننا أن نرى كيف يتم ربط المركبة بالحبال أو بالأسلاك، ونرى هذا الشخص الذي يتسلق الكبسولة ويقوم بربط الحبال والأسلاك اللازمة، مما سوف يسهم في تثبيت المركبة ورفعها من المياه لكي يتم جرها إلى متن سفينة الاستعادة ميغن. ونأمل أنه في غضون 30 دقيقة سوف نرى الانتهاء من عملية الاستعادة إلى حين خروج الطاقم من المركبة. من الواضح أيضا بإمكاننا أن نرى هذا الشخص الذي يقوم بوضع الحبال أو الأسلاك كما ذكرنا لتثبيت المركبة وللمساعدة في رفعها من المياه لوضعها على ظهر سفينة الاستعادة ميغن. نرى مدى قرب الزورق من المركبة، ونرى كيف أن أعضاء فريق الاستعادة يجهزون المركبة لعملية الرفع، ويتم إجراء أيضاً الفحوصات اللازمة. نحصل الآن على صورة أفضل، حيث أن الكاميرات على متن سفينة الاستعادة تعطينا صورة أقرب. هذه العملية هي عملية ليست بالسهلة، ولأسباب السلامة والأمانة لابد من أن يعمل هذا الفريق وفقاً لإجراءات السلامة، إجراءات دقيقة جداً. ونحن نعرف أنه في البداية لا تقترب القوارب من المركبة، الزوارق السريعة تقترب منها وليس سفينة ميغن، فبالتالي نحتاج لحوالي 30 دقيقة لإخراج أو لرفع المركبة من الماء. إذن هذه صور حرارية تصلنا من الكاميرات. إنه ما بعد منتصف الليل، ولكن ما زلنا نحصل على صور جميلة. فرق الاستعادة لا يرون ما نراه نحن، بل هم يركزون على المركبة بحد ذاتها. ونحن نعرف بأن السفينة أيضا على متنها الأضواء التي تسمح بإضاءة المكان لكي يكون لدينا صورة أفضل والجميع بمكانه للقيام بمهامه المحددة. يمكنكم أن تروا هنا كبسولة دراجون أثناء ربط الحبال على المركبة ليتم رفعها. ترون بعض الدوائر الصغيرة في المركبة. لقد كانت المظلات موجودة أو مثبتة في هذه الدوائر، وقد تم فتح المظلات. كان لابد من الحفاظ على عملية فتح المظلات لتخفيف سرعة المركبة، وأيضا الحماية من تكتل البلازما على الطبقة الخارجية للمركبة. ترون هنا المخروط الأمامي
المركبة وترون حيث يقف رجل الاستعادة وما هو مضاء هو مكان وجود المحركات، محركات الدفع أو الدافعات التي كانت قد احترقت خلال مرحلة احتراق دخول المدار. ويمكنكم أن تروا مرة جديدة مكان تواجد الدافعات. مرة جديدة ميغان سفينة الاستعادة مثل ما نشاهد حاليا. طبعا هبطت الكبسولة على سواحل فلوريدا الحمد لله، ونحن بانتظار صعود هذه الكبسولة على سفينة ميغان التي طبعا تقوم بعمليات إخلاء الرواد الفضاء الأربعة بوجود طاقم يتابع تفاصيل هذه الكبسولة. هذه العملية تستغرق نصف ساعة بكل تأكيد محمد، يتم فيها التأكد من معادلة الضغط الداخلي والخارجي للكبسولة، وكذلك ربط الكبسولة بالحبال كما شاهدنا، وسحبها نحو السفينة سفينة جو سيرشر. نشاهد نعم. مباشرة الآن هذه الصور للسفينة جو سيرشر ميغان، وهي تستعد للتوجه إلى موقع الهبوط، وذلك بكل تأكيد بعد تأكد من خلو المياه من السوائل السامة والجو كذلك من الغازات السامة، وجاهزية الكبسولة لرفعها على سطح هذه السفينة. نذهب الآن مباشرة إلى هيوستن، الزميل ناصر أبو دياب المتواجد في مركز جونسون للفضاء التابع لناسا في هيوستن ليضعنا في صورة المستجدات حاليا ووصول هذه الكبسولة على سواحل فلوريدا. نعم، إذن شاهدنا معا هبوط المركبة دراغون حسب الخطة وحسب الجدول المعد مسبقا، حيث هبطت المركبة دراغون عند الساعة 12:17 بالتوقيت الشرقي، أي 8:17 بتوقيت الإمارات، على بالقرب من سواحل فلوريدا وبالتحديد بالقرب من سواحل مدينة جاكسونفيل في فلوريدا. هذه المرحلة التي نشاهدها الآن هي كما ذكرتم مرحلة التأكد من أن الكبسولة لا تحوي غازات أو مواد سامة قبل نقلها إلى السفينة ميغان. طبعا هناك قبل عملية الهبوط يتم التنسيق مع خفر السواحل الأمريكي لإخلاء المنطقة لضمان سلاسة وسلامة وصول الكبسولة وخروج الطاقم من خارجها. نعم. هناك عدة عوامل أيضا يتم مراقبتها حاليا، عوامل جوية سواء كانت الأمطار أو سرعة المياه أو حتى ارتفاع منسوب المياه أو شدة الموج، لأن هذه الأمور كلها تؤثر على عملية الاسترداد وعملية خروج أو استرداد الكبسولة إلى السفينة ميغان. اليوم هبطت الكبسولة في الموقع الرئيسي الذي تم اختياره وهو المحيط الأطلسي مقابل مدينة جاكسونفيل، ولكن علينا أن نعرف أنه كان هناك حوالي 6 إلى 7 مواقع بديلة أيضا في حال كان هناك خطر أو يعني كان هناك داعي أو سبب لتغيير موقع الهبوط. هم لا يتركون أي شيء للصدف، هذا كان الموقع الرئيسي، لكن كان هناك مواقع بديلة في المحيط الأطلسي أو في خليج المكسيك الناحية
الأخرى من ولاية فلوريدا في حال لا سمح الله اضطروا لتغيير الموقع، ولكن الحمد لله مرت عملية الهبوط بسلام. الآن ننتظر وصول الكبسولة إلى السفينة ماجن، يتم رفعها بالحبال والكوابل التي رأينا الطاقم يقوم بربطها وتثبيتها على الكبسولة ومن ثم رفعها على السفينة. نعم ناصر، نشاهد أيضا يتم التأكد مرة أخرى من خلوها من المواد السفينة ناصر على المقاطعة. نشاهد السفينة ماجن وهي تقترب من موقع الهبوط ومن الكبسولة دراغون في هذه الأثناء لنقل الكبسولة على سطح ومتن هذه السفينة. نعم ناصر، يعني نحن نعلم هناك كثير من الإجراءات التي سوف تقام أو من الإجراءات الاحترازية صعود الكبسولة. من تصعد الكبسولة ما هي الإجراءات الأخرى لهذه العملية بالذات؟ طبعا يعني ايضا عند صعود الكبسوله عليهم التاكد قبل الاقتراب منها. قد نشاهد عدد من الطاقم يلبسون الاقنعه الواقيه، لانه كما نعلم هذه الكبسوله كانت في الفضاء، وعمليه يعني الرحله التي مرت بها قد يكون بقايا غازات سامه او مواد سامه على سطح الكبسوله، حتى لو تم التاكد منها للمره الاولى قبل اقتراب الطاقم الذي قام بربط الحبال، يتم ايضا التاكد مرة ثانية عند وصول الكبسولة إلى سطح السفينة ميغان، وقبل القيام بفتح يعني باب المركبة أو الكبسولة لخروج الطاقم. طبعا أمر مهم على الطاقم الانتباه له هو الضغط داخل الكبسولة، يعني الضغط في الفضاء مختلف عن الضغط الجوي هنا على سطح الأرض. عليهم موازنة الضغط الداخلي مع الضغط الخارجي حتى لا يتأثر رواد الفضاء نتيجة الاختلاف في هذا نتيجة الاختلاف في هذا الضغط الجوي. طبعا أيضا من إحدى الإجراءات التي يقومون بها على الأرجح سنراها بعد قليل عند وصول الكبسولة، يرشونها بالمياه العذب أيضا لغسلها، وكأنهم يعطوها يعني حمام مياه باردة للكبسولة. هذا إجراء متبع عادة عندما ينقلوها على ظهر السفينة ميغان قبل يعني فتحها وخروج رواد الفضاء بالسلامة. طبعا عند فتح البوابة بوابة الكبسولة يفتحونها بحذر، لأنها المرة الأولى التي سيستنشق فيها رواد الفضاء الأربعة هواء الأرض بعد قضائهم 6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية. نحن نعلم أن يعني الهواء هناك مختلف عن الهواء الأرضي. طبعا هذا يعني أمر يؤخذ بعين الاعتبار، سيكون هناك طبيب على متن أو أطباء، حتى فريق من الأطباء على متن السفينة ميغان بانتظار وصول الكبسولة وخروج الطاقم من خارج الكبسولة. نحن نشاهد الآن القارب يقترب والكبسولة تقترب من السفينة ميغان استعدادا لرفعها بالحبال والكوابل التي تم ربطها لرفعها على سطح السفينة ميغان. طبعا يتم رفعها بحذر شديد حتى لا تتأثر هذه الكبسولة، لأنها كما تعلمون يعني هذه الكبسولة يتم إعادة استخدامها في رحلات قادمة. هذه المرة الرابعة التي تم استخدام هذه الكبسولة في رحلات فضائية مأهولة، وعلى الأرجح أنه سيكون أمامها رحلات قادمة إذا لم تتأثر، يعني يقومون بفحصها بعد هذه الرحلة طبعا للتأكد أنه بالإمكان إعادة استخدامها في رحلات أخرى قادمة. شكرا ناصر أبو دياب، وسوف نتواصل معك لاحقا في هذه التغطية المباشرة التي تأتيكم من مركز الأخبار في تلفزيون دبي مع بث موحد مع قنوات الدولة، ونحن بانتظار صعود الكبسولة على السفينة ميغان، وبعد ذلك تقام بعض الإجراءات الاحترازية وفتح بوابة الكبسولة وإن شاء الله رجوع رواد الفضاء إلى الأرض بإذن الله تعالى. تقريبا الكبسولة وصلت محمد عند السفينة ميغان في هذه الأثناء، نشاهد العمليات واللحظات الأخيرة قبل
وصولها على متن السفينة وكذلك فتح هذه البوابات. نعم، يعني هناك أكيد مشاعر الفرح حاليا داخل الكبسولة من قبل الرواد اللي هم يتواجدون على سواحل فلوريدا. سوف تكون الصورة أوضح ما أن تقترب مركبة دراجون. الطاقم سوف يخرج من المركبة. الانتهاء من عملية الجر تلقيناك. إن سفينة الاسترداد هي على بعد 50 متر تقريبا من المركبة، ونريد موافقتكم لكي نشغل كاميرات البث داخل المركبة. موافقة؟ في هذه اللحظة من المتوقع أن يخرج الطاقم في غضون 15 إلى 30 دقيقة بناء على فحوصات السلامة التي سيتم إجرائها ومدى سرعتنا في رفع المركبة ووضعها على متن سفينة الاستعادة. الفرق الآن تعمل على إدخال آلية الرفع الهيدرولية ومن ثم تحميل المركبة على متن السفينة، وهذا ما يسمى بنظام النقل. الكبسولة سوف تبقى في هذه المنصة المركزية للإرساء التي ترونها أمامكم إلى حين إخراج الطاقم. إذن الرفع الهيدرولي بدأ ونشهد أخذ المراكز للنظام، مما يسمح برفع المركبة مركبة دراجون من المحيط الأطلسي. الانتهاء من عملية ربط الحبال 5 دقائق تقريبا إلى حين رفعها. إذن إنها الساعة 8:48 بتوقيت الإمارات. سوف يتم رفع المركبة في تمام الساعة 8:53 بتوقيت الإمارات. قبل أن يتم رفع المركبة دراجون سوف نرى الرجل الذي ما زال يقف على المركبة حيث كانت منصة المظلات أثناء رحلة مركبة دراجون، وبالطبع الآن هذه المنصة أصبحت فارغة لأن المظلات قد تم استخدامها. سوف نرى كيف أن هذا الرجل سوف يقفز من أعلى المركبة ويبتعد عن المركبة ليتم رفعها. إذن استعداد لرفع المركبة. تلقيناك. كنا قد ذكرنا بأن فرق الاستعداد مدربة بشكل كثيف على القيام بهذه الخطوات بشكل سريع جدا. من المتوقع أن تكون عملية رفع في 5 دقائق، ولكن حصل ذلك في دقائق أقل. يمكننا أن نرى هنا الدرع الحراري الذي هو في الأسفل. مركبة دراجون في الهواء، وعملية الرفع الهيدرولي قد تم تشغيلها وستستخدم لمركزة مركبة دراجون في منصة الإرساء المركزية الموجودة على متن سفينة ميغن. يعجبني هذا الموضع لأنه يسمح لنا بأن نرى الدرع الحراري للمركبة.
دراجون مهمة طموح الآن مثبتة على منصة الإرساء المركزية على متن سفينة ماجن. هذه هي الصور الأولية من داخل مركبة دراجون بعد الانتهاء من عملية الهبوط. الهبوط كان في تمام الساعة 8:17 بتوقيت الإمارات، إنها الآن 8:51 بتوقيت الإمارات، أي في غضون حوالي 43 دقيقة حصلت عملية الهبوط وأيضا جر المركبة إلى سفينة الاسترداد. نرى أضواء المقصورة داخل مركبة دراجون، هي مطفأة والطاقم ينتظر من فريق الاسترداد إنهاء مهامه لإخراجهم من المركبة. دراجون، يسرنا أن نراكم على متن السفينة بكل سلامة، نجري الفحوصات اللانهائية، رجاء ابقوا في مراكزكم إلى حين الانتهاء من هذه الفحوصات. تلقيناك. عملية الانتقال التي ذكرناها هي الحركة، حركة نقل الرافعة إلى السفينة، ولكن الآن هذه المركبة أو هذه الكبسولة سوف يتم جرها، وسترون لاحقا كيف أنه سيتم فتح البوابة أو الفتحة الجانبية للمركبة، مما يسمح لي الطاقم بالخروج. ونحن نرى أن فريق الاستعادة الذي قام بربط الكبسولة بالحبال وتثبيتها وبعدها إيصالها إلى منصة الإرساء المركزية على متن السفينة سيستمرون بالقيام بالخطوات اللازمة إلى حين إخراج الطاقم بكل سلامة من داخل الكبسولة. إن الطاقم سيحصلون على مساعدة فريق الاستعادة أثناء خروجهم من الكبسولة. هذه العملية تشبه عمليات عودة أي مهمة مطولة، ومن المنطقي أن يحصلوا على مساعدة لأن البيئة والجاذبية على الأرض تختلف عن البيئة التي كانوا فيها لفترة طويلة والجاذبية الصغرى التي كانوا فيها، وبالتالي نظام التوازن في جسم الإنسان لا يكون قوي ومستقر، وبالتالي سوف نرى الطاقم يبتسمون لنا وأيضا فريق الاستعادة يساعدونهم على الخروج. لابد أن نذكر أيضا بأنه بالطبع إن مركبة دراجون عادت من الفضاء، لأن مهمة كرو 6 ورواد الفضاء التي كانوا على متنها لمدة 6 أشهر كانوا يجرون الاختبارات في مجال التكنولوجيا والعلوم والطب وغيرها، وبالتالي هم أيضا ركزوا على مواضيع مرتبطة بمثلا الجاذبية والكثير من العلوم، الفيزياء والبيولوجيا والعلوم الإنسانية. أيضا يمكن أن أعرف الكثير عن جسم الإنسان، ومن المهم جدا أن أعرف كيف يتأقلم الإنسان مع الظروف في الفضاء والعودة من الفضاء إلى الأرض حيث تختلف الجاذبية بشكل كبير. لابد من أن نفهم أيضا الإنسان عندما يكون في الفضاء، إن كان على سطح القمر أو في المريخ. الآن نحن في مرحلة جر الكبسولة إلى منصة الاسترداد، أي بعد إجراء الفحوصات اللازمة سوف نرى الكبسولة كيف ستنتقل باتجاهنا. سوف يكون لدينا صورة من كاميرا أخرى تبين لنا الكبسولة بوضعية الانتقال أو الجر، حيث سوف يتم تقريبها من المنصة التي عند نفس ارتفاع البوابة أو الفتحة الجانبية. بدأنا بعملية النقل أو الجر. دراجون، إن الأضواء مطفأة، أتساءل هل أنتم أطفأتموها عمدا لعملية الدخول؟ نعم، نحن قمنا بإطفائها والآن سوف نعمل على
تشغيلها. كنا نستمتع بالمنظر الجميل أثناء إطفاء الأضواء، ما من مشكلة، لا نمانع أن تكون الأضواء مطفأة، ولكن أردنا أن نتأكد بأن كل شيء على ما يرام. عملية فتح البوابة الجانبية ستحصل في غضون دقائق. سلطان، أندري، وودي وستيفن، يسرنا عودتكم إلى الأرض سالمين. شكرا، نحن أيضا مسرورين بعودتنا ونحن فعلا متحمسون جدا لرؤيتكم. إن الطاقم بإمكانه أن يتحكم بإطفاء أو بتشغيل الأضواء، فمركبة دراجون كنت قد ودعتكم ولكنني عدت مرة جديدة، هل بإمكانكم رجاء أن تقوموا بتشغيل الأضواء لكي يتمكن الطاقم من الدخول إلى مقصورة المركبة؟ نعم سنفعل ذلك. إذن سوف يتم تشغيل الأضواء. كان قد تم إطفاء هذه الأضواء، فإذا ما أردتم أن تعرفوا ما كان يختبره الطاقم مع هذه الظلمة هو أنه إذا ما نظروا من خارج النوافذ فبإمكانهم أن يروا جزء من تراكم البلازما على الطبقة الخارجية للمركبة، وبإمكانهم أيضا أن يختبروا عملية الدخول في الغلاف الجوي وأن يستمتعوا بذلك. نعم هذا من المنطقي لأنه يمكنهم أن يروا بطريقة أفضل وعملية الاسترداد أثناء إطفاء الأضواء في الداخل، هذا سبب منطقي. مثلا الأولاد لا يسمح لهم بأن يضيئوا الضوء داخل السيارة أثناء القيادة في الليل. إذن بعد تشغيل الأضواء بإمكاننا أن نرى صورة لرواد الفضاء، وسوف يتم مساعدة رواد الفضاء على الخروج من المركبة. بالطبع أن الطبيب المختص سوف يدخل أولا إلى مقصورة المركبة ويجري فحوصات طبية أولية للتأكد من سلامة وصحة رواد الفضاء. يتم أيضا إجراء الفحوصات من الخارج، فإن فريق الاستعادة وضعوا الأقنعة على أوجههم. هذه من المعدات الحماية الشخصية التي يرتديها فريق الاستعادة، وهي جهاز تنفس تسمح لهم بتنشق الهواء النظيف بدلا من أن يقوموا بتنشق هذه رائحة الدخان والمواد التي هي موجودة على الطبقة الخارجية، النيتروجين والأكسجين التي هي قد تكون سامة إذا ما قد تم تنشقها. ومرة جديدة نرى بأنه يتم الاستمتاع بهذه الصورة التي نراها، ونتأكد أولا من أن الطاقم مساحات جيدة. هذه صور من داخل المقصورة. الآن قد تم فتح البوابة أو الباب الجانبي. أول شخص يدخل إلى المقصورة قد دخل الآن. الكثير من التفاعل. يبدو بأن الطاقم معنوياته مرتفعة بعد عودتهم. نحن لا نسمع ما يقال، ولكن نحن فعلا يقال لنا بأن فريق الاستعادة يصفقون احتفاء بهذه العملية الناجحة وأيضا هذه العودة السالمة إلى الديار. مرة جديدة هذه هي المرة الأولى التي تم الفتحة الجانبية فيها منذ أن انطلقت المركبة إلى الفضاء قبل 186 يوما. هذه الفتحة الجانبية لا يتم استخدامها في الفضاء، بل تستخدم الفتحة العلوية الموجودة في الكبسولة للدخول والخروج عندما تكون المركبة في الفضاء. فبالتالي هذه المرة الأولى التي تفتح فيها الفتحة الجانبية، وكما قلت جاري إنهم يلتقطون أول نفس لهم على سطح الأرض. فيمكننا أن نرى فريق استعادة سبيس أكس يقومون بوضع الإطار، إطار الحماية على جانب
أو على جوانب الفتحة الجانبية لكي يحرصوا على أن يتم حماية المركبة وأيضا حماية البدلات الفضائية التي يرتديها رواد الفضاء. وعلينا أن نتأكد من توفير الحماية اللازمة لهذه الفتحة الجانبية أثناء خروج رواد الفضاء لحمايتهم ولحماية المركبة في نفس الوقت. يتم التقاط بعض الصور الأولية للطاقم عند عودته، وأيضا مرة جديدة نتأكد من أن الفتحة الجانبية في وضعية مستقيمة ومفتوحة ومثبتة. سوف يتم تقديم المساعدة للطاقم أثناء خروجهم من المركبة لأنهم قد عادوا إلى بيئة الجاذبية في الأرض، وهذا قد يكون فعلا من الصعب عليهم لأنهم كانوا في بيئة مختلفة. لقد استمتع الطاقم بالجاذبية الصغرى لفترة والآن قد عادوا إلى جاذبية الأرض. من المهم جدا أن يقوم فريق الاستعداد من خلال كل أفراده المتخصصين أن يقوموا بكل المراحل بدءا من عملية الرفع وربط الحبال، بدءا من عملية ربط الحبال وبعدها الرفع ومن ثم جر السفينة وفتح الفتحة الجانبية ومعرفة كل التفاصيل داخل مقصورة المركبة، عملية إخراج رواد الفضاء من المقصورة واحد تلو الآخر. الفريق الطبي الآن داخل المركبة ومعه الأجهزة الطبية لإجراء الفحوصات الطبية الأولية للتأكد من صحة وسلامة الطاقم وأنهم يشعرون بالراحة. وبعد هذه المرحلة، بعد الفحوصات الطبية، ننتقل إلى مرحلة أن يقوم الرواد بأخذ الطائرة إلى هيوستن وبعدها الانتقال إلى مركز إعادة التأهيل. لابد من الإشارة إلى أن ستيفن، وودي، أندري وسلطان سوف يتم مساعدتهم من قبل فريق الاستعادة لكي يتمكنوا من الخروج. هذا إجراء طبيعي يحصل مع كل المهام التي تعود إلى الأرض لأن نظام التوازن في جسم الإنسان يختل قليلاً، وبالتالي إن رواد الفضاء بحاجة إلى المساعدة. يتم إخراجهم واحد تلو الآخر وفريق الطبي موجود على متن الكبسولة وسوف نرى كيف الآن يتم إخراج مساند القدمين. وبعد إخراج الطاقم يتم إخراج الشحن من المركبة وأيضا يتم نقل الكبسولة لاحقا إلى المنشآت المختصة لإعادة ترميمها ولاستخدامها مرة ثانية. الإجراءات التي يتم أخذها تساعد على زيادة المساحة المتوفرة لكي يتمكن رواد الفضاء من الخروج. تم إزالة مساند القدمين لإعطاء مساحة أكبر في الداخل لكي يتمكن الطاقم من الخروج، ورأينا كيف قد تم وضع إطار تثبيت يسمح بتثبيت الفتحة. والآن قد تم وضع المزلقة. هم تمرنوا كثيرا على هذه الخطوات.
إذن ستتم الآن عملية خروج رواد الفضاء الذين كانوا في مهمة كرو 6. ستيف، وودي، أندري وسلطان، تسرنا عودتكم إلى كوكب الأرض، وأنا متأكدة أنهم متحمسون جدا للخروج، فبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة سوف يستقلون الطائرة ويعودون بالطبع إلى مركز التأهيل، ومن ثم عودتهم إلى ديارهم لرؤية أسرهم. إن التغير الجاذبية من جاذبية صغرى إلى جاذبية يؤثر على صحة الإنسان، لذلك نحن بحاجة إلى فحوصات طبية، ولابد من توفير كل ما يلزم لرواد الفضاء لكي يرتاحوا أثناء عملية انتقالهم. ونحن نعرف بأنه سوف يستغرقهم بعض الوقت لكي يصلوا إلى هيوستن. نحن نرى عادة في المهام الأخرى أولاً قائد المهمة وقائد المركبة يخرجان أولاً، وستيف بوين هو في المقعد إلى اليسار، وودي إلى اليمين، إلى يميني وودي أندري فيجايا، وإلى يسار ستيف سلطان النيادي. عادة هذه العملية أسهل، حيث يتم أولاً خروج الشخصين الجالسين في المقعدين في الوسط، وبعدها خروج اختصاصي المهمة في المقاعد الجانبية. إذن تم إزالة مساند القدمين كما ذكرنا لزيادة المساحة داخل مقصورة الكبسولة. يتم إجراء فحوصات دقيقة، المسألة ليست فقط مسألة فك حزام الأمان والخروج، كلا، المقاعد كلها مربوطة ب البدلات الفضاء التي تربطها أسلاك الاتصال، وأيضا كنا قد ذكرنا بأنه يتم ضخ النيتروجين والأكسجين للتبريد في البدلات الفضائية، فبالتالي ينبغي أولا فك هذه الأسلاك وهذه الأنابيب. لدينا بعض الإجراءات الفنية التي لابد من إنجازها قبل عملية الخروج. نحن ما زلنا بانتظار خروج الطاقم. ستيف هو أول من خرج. إذن ستيف بوين قائد المهمة أول من خرج من مركبة دراغون. نرى ابتسامة على وجهه. فريق الاستعادة يقدم له المساعدة. إذن تم وضعه على كرسي متحرك لمساعدته للدخول إلى المركز الطبي، حيث سوف يخضع لفحوصات سريعة من قبل الطبيب المختص. هذا إجراء اعتيادي يتم القيام به دائما. نرى بعض التصفيق. وودي هوبرغ قائد المركبة سيكون ثاني من يخرج من المركبة.
لكل من انضم إلينا الآن، نحن ننتظر خروج الأعضاء الثلاث المتبقين من الطاقم. وودي هوبرغ قائد المركبة، مركبة كرو 6، يخرج وهو خارج على المزلقة. المزيد من التصفيق في مكان الإخراج. بقي سلطان النيادي وأندري فيدياريف اختصاصي مهمة. هبطت مركبة دراجون قبل حوالي ساعة، في تمام الساعة 8:17 بتوقيت الإمارات، أقل من ساعة. في أقل من ساعة كان لدينا أول عملية احتكاك لسطح المياه. هذه الخطوات الأخيرة قبل العودة إلى الديار. لقد خرج رائدي فضاء وكالة ناسا وقد دخلا إلى المركز الطبي كإجراء اعتيادي لكي يتم التأكد من سلامتهما قبل استقالتهما للطائرة والعودة إلى هيوستن. اختصاصي المهمة أندري فجايا وسلطان النيادي سيخرجان. أما الآن من المتوقع أن يخرج أندري فجايف اختصاصي مهمة. إجراءات اعتيادية كما قلت. فمن المهم هنا أن نذكر أنه قد تم تدرب الفريق، فريق الاستعداد وحتى الطاقم على عملية الهبوط والخروج. قد تم التدرب على كل التفاصيل، كيفية دخول المدار وإلى ما هنالك وصولا إلى العودة إلى الأرض. كل هذه مراحل قد تم التدرب عليها من قبل الطاقم وفريق الاستعادة. وأيضا أن فريق الاستعادة يتدرب بشكل مكثف. وهذه الكبسولة قد استخدمت من قبل وهي المرة الرابعة التي تستخدم للهبوط، وبالتالي قد كان لفريق الاستعادة تدرب وحتى خبرة حقيقية في عملية الإخراج، إخراج الطاقم. إذن كما ترون يتم إخراج مسندي القدمين من المقعدين الجانبين لتوسيع المسافة داخل المقصورة. الكفاءة أمر أساسي جدا. في أقل من ساعة منذ الهبوط في تمام 8:17 بتوقيت الإمارات بدأت عملية الإخراج، ونحن نرى خروج ثالث عضو من الطاقم. رائد الفضاء الروسي أندري فيدياييف اختصاصي مهمة، ثالث من أخرج من المركبة. سينقل أيضا إلى المركز الطبي. آخر رائد فضاء في المهمة هو سلطان النيادي اختصاصي مهمة، بقي في الفضاء لمدة 186 يوما. أندري يلوح لنا. إخراج آخر مسند قدمين. خروج سلطان النيادي. SpaceX and Emirati
سبيس اكس وفريق استعادة الإماراتي يتأهبون لمساعدة سلطان النيادي على الخروج. هو آخر رائد فضاء في مركبة دراجون يتم إخراجه. ها هو يخرج. إذن مضى ساعة بالتمام في هذه اللحظات، هذه اللحظة التاريخية لخروج ابن الإمارات، فخر الإمارات والعربي الأول الذي قضى أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، سلطان النيادي يخرج الآن من الكبسولة دراجون، يلامس الأرض ويعانق هواها. نعم، لحظة للتاريخ يا سلطان، ولإلهام الأجيال والحالمين بالوصول إلى أبعد مدى في الإنجاز ومعانقة الأحلام. اليوم فصل جديد من طموح زايد يتحقق، وفصل جديد من المسيرة المضيئة لأبناء الإمارات وتحقيقهم المستحيل وتخطيهم الصعاب مهما بلغ منتهاها. اليوم 4 سبتمبر تاريخ سيستوطن الذاكرة العربية والإنسانية، ولن يخرج منها مهما استطال الزمان. فقوة النموذج الإماراتي الذي تطرحه الدولة يشكل داعما للإنسان وتمكينه في الفضاء، تشكل حالة تستحق الوقوف عندها ودراستها لاستخلاص الدروس واستلهام النتائج. ونحن نشاهد معكم المحطة الأرضية حاليا في مركز محمد بن راشد للفضاء، ومشاعر الفرح تتواجد هناك بهذا الإنجاز الإماراتي العربي. نعم، شاهدنا سلطان وهو يترجل على متن السفينة، وتترجل معه همم وعزائم تراقب هذا النموذج المشرف لدولة الإمارات وللعرب جميعا. هذه الفرحة التي نشاهدها أيضا في مركز محمد بن راشد للفضاء. اليوم وتحديدا هذه الساعة تتحول الإمارات إلى فضاء واسع لإعادة خلق الهوية الإنسانية وبنائها من جديد. محطتنا اليوم ستجد لها مكانا راسخا في صفحات التاريخ البشري المضيئة. قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عبر حسابه في منصة إكس: ولدي سلطان النيادي، الحمد لله على عودتك سالما إلى الأرض بعد أطول مهمة عربية في الفضاء. نعم، صنعت مع فرق العمل الوطنية إنجازا إماراتيا تاريخيا، وساهمتم في خدمة العلم والبشرية. بكم جميعا طموحاتنا في مجال الفضاء كبيرة ومتواصلة. العلم سلاحنا، وجهد أبنائنا ذخرنا، والتوفيق من الله. قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حسابه في منصة إكس: نهنئ شعب الإمارات وجميع الشباب العربي بالعودة السالمة لسلطان النيادي لكوكب الأرض، أول رائد فضاء عربي في مهمة طويلة في محطة الفضاء الدولية. وذكر سموه أن سلطان قد أجرى 200 مهمة بحثية علمية، وقضى أكثر من 4400 ساعة في الفضاء، وألهم ملايين الشباب العربي بأننا قادرون على المساهمة الإيجابية في مسيرة البشرية العلمية والحضارية. نذهب محمد مباشرة إلى مراسلنا ومفدنا ناصر في هيوستن ورصد ردود الفعل هنالك في المحطة الأرضية.
يعني شعور بالراحة طبعا لنجاح المهمة وعودة الرواد الأربعة بالسلامة إلى كوكب الأرض. شاهدنا معكم يعني نهاية لتجربة رائدة استمرت على مدى 6 أشهر لرائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، والذي عشنا معه هذه التجربة بكل تفاصيلها على مدى 6 أشهر. يعني حاول سلطان النيادي إشراكنا نحن هنا على كوكب الأرض بتفاصيل حياته اليومية وهو في محطة الفضاء الدولية. ألهم الطلاب، ألهم الشباب، ليس فقط الإماراتي والشباب العربي بهذه التجربة الرائدة. هو أول رائد فضاء عربي يقوم بمهمة فضائية طويلة الأمد. كذلك يجب أن لا ننسى أنه أول رائد فضاء عربي أيضا يقوم بالسير في الفضاء، عدا طبعا عن أكثر من 200 تجربة علمية قام بها سلطان النيادي سيستفيد منها المجتمع العلمي في العالم أجمع من خلال هذه التجارب التي أجراها خلال تواجده على متن محطة الفضاء الدولية. يعني هذه مشاهدة عودة سلطان النيادي اليوم، طبعا نشعر بالفرح بعودته سالما ونشعر بالفخر لنجاح هذه المهمة الرائدة التي قام بها من مركز محمد بن راشد للفضاء. نعم، الغرف التي كانت تتحرك. نشكر مراسلنا ناصر أبو دياب ونذهب إلى المحطة الأرضية في مركز محمد بن راشد للفضاء، وأيضا لرصد ردود الفعل هناك مع مراسلنا أحمد الطنجي. تفضل أحمد. نعم زملاء في الاستوديو، جدد لكم التحية من هنا من مركز محمد بن راشد للفضاء، وبالتأكيد هي فرحة عارمة على مستوى العالم وليس في أقطارنا في أقطار الوطن العربي فحسب. بالتأكيد مهمة طموح زايد 2 الآن تدون أسطرها الأخيرة في ليضاف إلى سجل وفصل جديد من فصول إنجازات الإمارات في قطاع الفضاء. دعونا نقترب حول هذه الفرحة. يتواجد هنا معي سعادة حمد المنصوري رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء. الكل يتشارك هذه الفرحة، ما هي كلمتكم في مركز محمد بن راشد في هذه المناسبة وإنجاز المهمة بنجاح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أهنئ شعب الإمارات والوطن العربي والوطن الإسلامي بهذا النجاح. اليوم نحن نتحدث عن مهمة مدتها 6 أشهر، إنجاز إماراتي وعربي وإسلامي كبير. اليوم سلطان النيادي صاحب أطول مهمة فضائية للعرب في الفضاء، وكذلك صاحب أول اللي هو السير في الفضاء، فهو أول عربي سار في الفضاء. اليوم نتكلم عن إنجاز غير مسبوق. أطل علينا سلطان النيادي من الفضاء في لحظات مميزة. رأينا كثير من التجارب العلمية الخاصة بالفضاء، تعرفنا على المحطة الدولية، تواصلنا مع سلطان النيادي، ويمكن كان مصدر إلهام لأطفالنا ولشبابنا وشاباتنا بشكل عام. اليوم نتحدث اليوم عن مشروع طموح زايد، لن يقف المشروع عند هذا الحد، إن شاء الله سوف يكون لدينا طموح للقمر والمريخ وإلى أبعد من ذلك في المستقبل. أود أن أشكر من وقف وراء نجاح هذه المهمة. بداية سيدي صاحب السمو رئيس الدولة، سيدي صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وكذلك نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وكذلك نائب رئيس الدولة الشيخ منصور بن زايد، وكذلك جميع حكام الإمارات، وسيدي ولي عهد دبي رئيس مجلس محمد بن راشد الفضاء حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، ولكل فريق العمل وللإعلام، وكذلك لهيئة تنظيم الاتصالات ودعمها المستمر، وكذلك وكالة الإمارات للفضاء، ولكل من عمل وشاهد وشجع هذه المبادرة بشكل عام. نحن نرى كثير من التأثير لوجود سلطان في الفضاء.
نأمل أن تستمر هذه المبادرات وأن نرى كذلك نجاح ليس فقط للإمارات كذلك للدول العربية وخصوصا المملكة العربية السعودية لكثير من نجاح إن شاء الله في هذا القطاع. باختصار سعادتك اليوم الكل وضع بصمته حقيقة يعني ربما احنا في وسائل الإعلام نشكر كل من ساهم كلمتك ايضا ربما ايضا من خلالها ايضا انتم واحد من فريق العمل ولكن ما هي كلمتكم ايضا لكل من شارك في فريق العمل لإنجاح هذه المهمة؟ هذه مهمة تعتبر مهمة يعني كبيرة ليس صغيرة. لدينا فريق موجود في المحطة اللي هو سلطان نيادي، لدينا فريق دعم موجود في أمريكا يقوم بعملية الدعم ومراجعة التجارب العلمية ودعم كذلك سلطان النيادي في كثير من المبادرات، كذلك لدينا فريق إعلامي موجود خاص لهذه المهمة، لدينا فريق موجود في دبي كذلك يقوم بعمليات الدعم، لدينا قيادة موجودة لهذه المهمة. أشكر كذلك مدير عام مركز محمد بن راشد الفضاء على المتابعة المستمرة، أشكر الأخ عدنان الرئيس كذلك على متابعته لهذه المبادرة. هذا عبارة عن عمل متكامل، مجلس الوزراء كذلك، الإعلام، نائب الرئيس كذلك، الفريق طلال بالهول كذلك، معالي محمد القرقاوي في موضوع المتابعة، ونشكر كل من ساهم وتابع. وزارات كذلك عملت كثير من الدعم لهذه المبادرة، وزارة التربية والتعليم، مكاتب وديوان الشيوخ كذلك، شفنا سلطان النيادي يطل على شبابنا وشاباتنا من هذا المنبر، كذلك أولياء العهود، وشفنا كذلك حضورهم وتواجدهم شيوخنا وأولياء العهود والشيخ مثلا سيف بن زايد، الشيخ عمار، فالكل دعم هذه المبادرة، ولن تنجح هذه المبادرة بدون هذا الدعم. سعادة حمد عبيد المنصوري رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء، كل الشكر لكم ولفريق العمل، وبالتأكيد قبل العودة نؤكد بأن صحيح أن الإمارات كتبت وأنجزت فصلا جديدا في سجل إنجازاتها نحو الفضاء، ولكن لن تكون هذه الفصول هي الفصول الأخيرة في مسيرتها نحو الفضاء. عودة إليكم الزملاء في الاستديو. من المحطة الأرضية في مركز محمد بن راشد الفضاء، شكرا لك الزميل أحمد الطنيجي. ننتقل إلى الزميل محمد الكعبي في مغافة، وهناك أكيد أصداء الفرحة تتواجد في هذا المجلس، تفضل محمد. نعم زميلي محمد، اللهم لك الحمد على هذه النعمة، فرحة غامرة. سأتحدث من منطلق إنساني، منطلق وطني، لأني لمست حقيقة المشاعر الجميلة، لحظات الفرح والفخر من أهالي سلطان النيادي، من أشقاء وأبناء عمومة وجيران وأصدقاء سلطان النيادي، الذين يعني منذ الصباح الباكر وهم موجودين هنا في مجلس أم غافة، كأنه عيد بالنسبة لهم، وهم يترقبون عودة سلطان النيادي ولحظة خروج سلطان النيادي من المركبة كرو وظهوره مبتسم فخور بنجاح هذه المهمة. صراحة شاهدنا ردود الفعل الجميلة، الجميع كان يعني في قمة السعادة وقمة الفخر بأن ابن الإمارات استطاع أن ينجز هذه المهمة الصعبة العلمية المميزة حقيقة، وتابعنا ردود الفعل والتهنئة من أصحاب السمو والشيوخ، تغريدة صاحب السمو رئيس الدولة، وتغريدة صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتغريدة أيضا سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الذين يهنئون شعب الإمارات بل الأمة العربية على نجاح هذه المهمة وعلى عودة سلطان النيادي إلى كوكب الأرض سالما غانما محملا بهذا الكم الكبير من الفخر حقيقة، وملهما للأجيال القادمة. ولا بد في مثل هذه اللحظات الجميلة الشاعرية الإنسانية حقيقة أن تكون لنا مقابلة مع شقيقة سلطان النيادي رائد الفضاء الإماراتي الأخت مريم سيف النيادي. يعني أختي مريم، أولا ألف مبروك على عودة سلطان النيادي ابن الإمارات، أخوكم وأخونا جميعا. كانت لحظة جميلة أول ما شفنا وجهه مبتسم وهو يعني يخرج من المركبة كرو. أبغي مشاعركم أنتوا عائلته اللي عشتوا وياه هاي السنين الطويلة، وأنتوا تشوفون ولدكم وأخوكم اليوم بهذا الحجم الكبير من الفرح والفخر. صراحة يعني مشاعرنا وفرحتنا اليوم وسعادتنا ما أعتقد أن الكلمات تترجمها أو ممكن نحطها في كلمات. الحمد لله رب العالمين، فرحة عامة لدولة الإمارات العربية المتحدة،
واعتقد ومتأكدة ان شعورنا ما يختلف عن شعور كل بيت اماراتي ينتظر عودة ابنه البار، فالله يرجعه بالسلامة سالم غانم ونفرح وتفرح الامارات كلها. نحن شفناه مبتسم ولله الحمد، واضح أنه بخير وسلامة، بينتقل إلى مركز إعادة التأهيل وقريبا جدا إلى أرض الوطن. ولكن هنا في دولة الإمارات اليوم بالنسبة لنا عيد، شفنا الأطفال الصغار رايحين مدارسهم وهم يرتدون قمصان عليها صورة سلطان النيادي. أنت معلمة وتعرفين معنى أن يكون هناك قدوة حسنة للأطفال الصغار، وأنت تشوفين أخوك اليوم قدوة للأجيال القادمة، خبرينا عن هذه اللحظة الفارقة. يعني اللهم لك الحمد، وصلنا مرحلة من التمكين تسمح الطفل رياض الأطفال أنه يحلم، وحلم يمكن البعض يشوفه بسيط بس في دولتنا ودولة حديثة أنك تصير رائد فضاء كان قبل سنين مضت شيء خيالي. فالحين أول سؤال وأول جواب يجاوبون الأطفال لما تسألهم شو راح تصير لما تكبر يكون أول جواب رائد فضاء. قبل كانت التخصصات القديمة طب وهندسة، ولكن الحمد لله مرحلة التمكين اللي وصلنا لها سمحت للأحلام أنها تكون واقع وارتفع سقف أحلامنا للفضاء. أستذكر الستة أشهر الماضية سلطان النيادي كان في كل يوم يطل علينا بتجربة علمية بممارسة في عالم الفضاء، ألهمتنا جميعا كبار وصغار علماء وأطفال. شو كانت الستة أشهر الماضية وأنت تشوفين مثل هذه التجارب العلمية الحديثة حقيقة والصعبة علميا، وتشوفينها أيضا في عيون الأطفال والطلاب المتعلمين؟ يعني ما شاء الله سلطان المادة العلمية اللي قدمها من خلال حساباته أو من خلال مشاركاته يعني مادة ثرية جدا، مش بس لطلاب العلم، حتى للطفل الصغير يبدأ يتساءل عن الأشياء اللي يشوف إن ليش قطرة الماء تطير في الهواء. فهذا يعني حافز للطفل انه يفكر ويتفكر في الاشياء. يعني بالنسبه للعمليه التعليميه نحسه مصدر غني جدا نقدر نعتمد عليه في المستقبل. يعني مره ثانيه الف مبروك اختي مريم على عوده اخوكم سلطان النيادي ورائد الفضاء الاماراتي اللي كلنا نفتخر فيه، وطمنينا على الوالده. البارحه كانت مقابله جميله ولكن ما قدرنا نصورها اليوم، طمنينا عليها وشو مشاعرها؟ صراحة الوالدة ممتنة جدا لمشاعر الناس والدعاء اللي صاحبنا مدة 6 شهور، هذا أكبر دعم لنا ومحبة الناس راس مالنا صراحة. فهي تشكر كل الناس وكل اللي دعمه وبكل كلمة بكل دعاء، يعني يكونوا أكيدين إنه وصلها. فشكرا جميعا لكل الناس، واليوم فرح نفرح جميعا، فاللهم لك الحمد من قبل ومن بعد. الحمد لله، الله يحفظها وتقر عينها بعودة سلطان إلى أرض الوطن قريبا. شكرا أختي مريم، شكرا جزيلا. يعني كانت معنا شقيقة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي الأخت مريم سيف النيادي، وحقيقة مشاعر جميلة، عيد بمعنى الكلمة اليوم في دولة الإمارات، ونحن نشاهد ابن الإمارات سلطان النيادي يعود إلى كوكب الأرض سالما غانما، أدى هذه المهمة بكل اقتدار ونجاح. نعود إليكم بالكلمة زملاء في الاستوديو لاستكمال هذه التغطية التاريخية والاستثنائية. شكرا لك محمد الكعبي على نقل هذه المشاعر من مجلس أمغاف ومشاعر أسرة وأهل سلطان النيادي بوصوله سالم إلى كوكب الأرض. نذهب إلى المحطة الأرضية في هيوستن هذه المرة أيضا مع الزميل ناصر أبو دياب. تفضل يا ناصر. نعم، إذن انتهت المهمة ووصل سلطان النيادي بحمد الله إلى كوكب الأرض. الأخبار الأولية عن وضعه الصحي وعن سلامته سنعرفها من سعادة سالم المري مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء الذي ينضم إلينا. هل قمتم بالاطمئنان على صحة سلطان؟ ما هي أخباره بعد الهبوط؟ مشكورين على الاستضافة والحمد لله طمننا عليه. عندنا هزاع المنصوري هناك، وإذا شفتوا على التغطية التلفزيونية عندنا الدكتورة حنان السويدي كانت معاه في البداية، والحين موجودين في المشفى على السفينة. أخبار طيبة الحمد لله، حالته النفسية والجسدية ممتازة، وإن شاء الله بنعطيكم معلومات إضافية بعد ما ينزلون هني في هيوستن إن شاء الله في عدة ساعات إن شاء الله. يعني
بعد فلوريدا هم سيأتون لهيوستن، ماذا سيحصل هنا في هيوستن فترة يعني العزل الصحي والمراقبة الطبية كم ستطول وماذا سيحدث فيها؟ نعم، هم بيوصلون إن شاء الله هيوستن بعد 4 ساعات من فلوريدا، وأول ما يوصلون بيدخل على طول في عزل صحي لمدة 24 ساعة. بتكون في طبعا فترة راحة لهم، لأنهم حين تقريبا يعني رحلتهم استغرقت تقريبا 20 ساعة، فطبعا هم تعبانين، تكون فترة راحة. بعد ذلك طبعا في الفحوصات الطبية المختلفة والتجارب العلمية، تكملة التجارب العلمية المختلفة، هاي كلها في أول 24 ساعة. بعد ذلك إن شاء الله بيطلع من العزل الصحي هذا، ممكن يذهب لمنزله في هني في هيوستن، يكون مع عائلته، ولكن في طبعا نظام إعادة تأهيل كامل يوميا بيكون لمدة 45 يوم، على أساس أنه خلاص جسمه يرجع طبيعي ويتعود على الجاذبية مرة أخرى. مع عودة سلطان النيادي من أول مهمة لرائد فضاء عربي قضى على متن محطة الفضاء الدولية، الحلم تحقق لمركز محمد بن راشد، ما هو الشعور اليوم؟ يعني لو عدنا سنة إلى الوراء وقارنت بين عندما كانت مجرد فكرة إلى الآن، يعني تحقيق هذه الفكرة وتحقيق هذا الحلم. طبعا بداية أول شيء أنا حبيت أشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ونائبه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على دعمهم المستمر لمركز محمد بن راشد الفضاء وفريق العمل، وأيضا أشكر الفريق بأكمله، خصوصا أشكر رئيس مجلس الإدارة حمد عبيد المنصوري ونائبه يوسف الشيباني على دعمهم للفريق. اليوم المهمة هذه مثل ما تفضلت، هاي يمكن سنة سنتين على هاي المهمة، بس البرنامج تقريبا نحن الحين 6 سنوات نشتغل على البرنامج هذا، هاي ثاني مهمة للبرنامج. عندنا نحن 50 متخصص في كل الفرق يشتغلون على المهمة هذه بالذات والمهمة السابقة، وعندنا 190 إلى 200 موظف في المركز يعيشون المهمة هذه بشكل يومي. عندنا ناس يسهرون ليل نهار على المهمة هذه، يتأكدون أن كل الأشياء تمشي على ما يرام، فهاي فرصة أن يشكرهم على شغلهم. طبعا شعوري انا اني فخور بالفريق، فخور بسلطان، وفخور ان نحن جزء من الحدث التاريخي هذا. يعطيكم العافيه، طبعا يحق لك الفخر بجميع العاملين وبالفريق، وان شاء الله تجارب اخرى ناجحه في المستقبل. شكرا لتواجدك معنا. اذا كنا معكم من هيوستن تكساس لتغطيه هذه الرحله التاريخيه لعوده سلطان النيادي الى كوكب الارض. عوده الان اليكم في الاستوديوهات في دبي. شكرا ناصر، وننتقل للمحطة الأرضية في مركز محمد بن راشد للفضاء مع الزميل وليد الأصبحي، ولك الكلمة وليد. مجددا أهلا وسهلا بكم مشاهدينا، صباح يوم تاريخي مميز لدولة الإمارات العربية المتحدة، صباح 4 من سبتمبر، صباح وصل فيه سلطان النيادي بعد رحلة امتدت لستة أشهر في الفضاء ليعود سالما غانما إلى هناك، حيث استقبله أو حيث وصلت المركبة دراغون هناك. مشاعر الفخر والاعتزاز كبيرة جدا هنا رصدناها في مركز محمد بن راشد للفضاء، وتحديدا في المحطة الأرضية. الآن يسعدني أن أستضيف المهندس محمد البلوشي من مركز محمد بن راشد للفضاء ومدير العمليات بالإنابة. مشاعر فخر واعتزاز ووصول سلطان النيادي إلى الأرض بسلام. الحمد لله رب العالمين، مع استكمال عملية الهبوط الناجح وشفنا خروج سلطان نيادي من مركبة دراغون بالسلامة، اكتملت فرحتنا بهذا الإنجاز التاريخي لدولة الإمارات والعرب كأول رائد فضاء عربي يكمل أطول مهمة فضائية على متن مركبة على متن محطة الفضاء الدولية، وكذلك مهمة السير في الفضاء. نحن فخورين بهذا الإنجاز والحمد لله، ونطمح للمزيد من المهام الفضائية إن شاء الله. كل الشكر سعادة المهندس على هذه الإضافة، شكرا جزيلا لك المهندس محمد البلوشي من مركز محمد بن راشد الفضاء مدير العمليات بالإنابة. إذا يوم تاريخي لدولة الإمارات العربية المتحدة ووصول لسلطان النيادي بعد مكوثه لستة أشهر في الفضاء. الكلمة تعود إليكم زملائي في الاستوديو. وليد الأصبحي شكرا لك ولضيفك الكريم. عاد بحفظ الله سلطان النيادي إلى الأرض، وانتهت بنجاح أطول مهمة فضائية عربية
لكن تاريخيا عربيا جديدا يبدأ اليوم في مجال رحلات الفضاء المأهولة. جيل جديد رواد الفضاء يجري تجهيزه للقيام برحلات فضائية قادمة ترسخ دخول الإمارات والعرب نادي إنتاج أبحاث الفضاء، وتشارك في صناعة مستقبل مستدام للبشرية. نعم، ونحن من هنا في مركز الأخبار بتلفزيون دبي نواكب هذه الرحلات ونوثقها بالصورة. شكرا لجميع الزملاء في مركز الأخبار على الجهود الجبارة في إعداد هذه التغطية، ونلقاكم في تغطيات قادمة. إذن الحمد لله على سلامتك يا سلطان، وفي أمان الله. مع السلامة.